اهلا بيكم. لو جوازكم قرب او لسه متجوزين جداد، الفيديو ده مهم ليكم. انا دكتور احمد بدر الدين. في الفيديو ده هتكلم عن 3 نقط مهمين جدا. اول نقطة، انت محتاجة تزور الدكتور بتاعك قبل ما تتجوزي ولا لا؟ هقولك شوية حاجات لو هم عندك فانت محتاجة تزور الدكتور بتاعك. اول حاجة، لو دورتك مش منتظمة. تاني حاجة، لو بيطلع شعر في جسمك او حبوب اكتر من اللازم، والشعر بيظهر في اماكن المفروض ما يظهرش فيها زي الوش والصدر والظهر. لو بتاخدي اي علاجات ممكن تسبب تشوهات ومقررين انك تحملي على طول بعد الجواز، او بتاخدي علاج للغدة الدرقية، او عندك لا قدر الله سكر، او بتاخدي علاج للاعصاب، او بتاخدي اي علاج عامه ممكن يسبب تشوهات، فانت محتاجه تزور الدكتور بتاعك. لو بتعاني من التهابات مهبليه متكرره، او لو مقررين تاخدوا وسيله منع حمل في اول جوازكم، فاكيد محتاجه تزور الدكتور بتاعك. غير كده زياره الدكتور بتاعك في قبل الجواز مش هتفيدك، بس كده كده هتيجي. تاني نقطه مهمه قبل الجواز هي خاصه بالعلاقه ما بينكم. ارجوكم ما تسمعوش اي كلام من الناس في الشارع، وارجوك ما تسمعش كلام اصحابك على قهوه، واسال حد متخصص في الموضوع ده، لان مبدا اخطف واجري ما بيحلش الامور. وارجوك ما تعملش زي عماد. نصيحتي ليكم، استخدام جل طبي اثناء العلاقه هيساعد جدا ان العلاقه تتم بشكل ابسط وبدون مشاكل. تالت نقطه، مع بدايه الجواز وبدايه العلاقه ما بينكم بيحصل حاجه اسمها هاني مون سيستايتس، او التهاب في المثانه البوليه مع شهر العسل. هي اسمها كده، مع شهر العسل. مش شرط تحصل لكل 2 متجوزين، ممكن تحصل لاي 2 متجوزين بعدوا عن بعض فتره ورجعوا تاني. وهي عباره عن التهابات مهبليه زي حرقان في البول او وجع في المثانه، بتحصل عند السيدات اكتر من الرجال، وهي علاجها بسيط جدا. اول حاجه، اشربي ميه كتير جدا، وحاولي بعد العلاقه انك تدخلي الحمام. ولو الوجع ده استمر او التهابات دي استمرت، زور الدكتور بتاعك هيديك علاج بسيط جدا. شكرا ليكي، انا دكتور احمد بدر الدين.